أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بالأمس جمعت بين صلاتي المغرب والعشاء في نزول المطر، ولم ينكر ذلك أحد من جماعة المسجد، فهل يلحقني إثم بهذا الفعل؟ فأرجو التوضيح والبيان، ومتى أجمع؟ إذا كان الحارة اللي أنتم فيها ينزل عليها مطر والشوارع تمشي فلا بأس بالجمع، أما إذا كانت الحارة يابسة أو المطر قليل، الرياض البارح منه شيء يابس ما جاه مطر أبد، ومنه شيء تمشي الشعبان ولا تمشي الأسواق، هذا يختلف اختلاف الحارات. نعم.